السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي، جد مسرور للقائكم مرة أخرى. اليوم بإذن الله سأتقاسم معكم طريقة كتابة الكلمات أو الجمل بدون نقط كما كان يفعل العرب قديما، وأتمنى منكم تقاسمها مع أصدقائكم لا لشيء إلا لتعم الإفادة. إذا الطريقة ببساطة، يكفي الذهاب إلى هذا الموقع، رابط الموقع سأتركه لكم أسفل هذا الفيديو، ثم بعد ذلك الكتابة هنا أو لصق الكتابة هنا، ثم النقر على الزر تحويل لنحصل على النتيجة هنا بالأسفل كما ترون معي، الكتابة بدون نقط. نقوم فقط بنسخها، بعد ذلك نقوم بإلصاقها أينما شئنا. وأخيرا أرجو منكم إخواني أخواتي أن تتقاسموا هذه الطريقة مع أصدقائكم، خاصة مع زملائنا الأساتذة الأفاضل والأستاذات الكريمات، أيضا مع أحبابنا التلاميذ، لا لشيء إلا لتعم الإفادة. وترقب عما قريب بإذن الله مشاركة جديدة ومفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.